تابعينا عبر هنا لبنان من وين ما كنتوا عم بتتابعونا على كافة وسائل التواصل الاجتماعي. يعني اليوم موضوع كتير مهم لازم ينطرح مع الحرب اللي حاصلة بلبنان، مع الدمار، مع القصف، مع أصوات جدارات الصوت، مع كل هيدي التفاصيل البشعة والمؤذي يلي عم بيمر فيها بلدنا. لازم نطرح موضوع كتير مهم واللي هو صحة أولادنا وأطفالنا النفسية. يعني اليوم هالأولاد يلي عم بيمرقوا بظروف كتير صعبة، خليني أقول أولا المدارس اللي بعضها بعد ما بدأ أو نصها، يمكن الأصوات اللي عم بيسمعوها بالبيت، الأطفال اللي عم بيشوفوها عم بتموت، يمكن المشاهد اللي عم بيتابعوها على التلفزيونات. كل هيدي الأمور بتطرح اليوم هاجس عند الأهل، كيف بدهم يتعاطوا مع صحة أطفالهم النفسية. كرمال هيك رح نجرب نحن وياكم نتابع ونجاوب على هيدي الأسئلة مع الاختصاصية النفسية لانا قصقص. يعطيك العافية، صباح الخير. صباح النور. يعني اليوم بشكل عام السؤال اللي بينسأل، أنا اليوم ابني بنتي بالبيت عم بيسمع هيدي الأصوات، عم بيتابع على التيفي، عم بيشوف أطفال عم تتشرد، عم تنزح، كل هيدي الأمور. السؤال هيك بشكل واسع، كيف بدي أتعامل مع صحة أطفالي وأولادي النفسية خلال الحرب؟ نعم، أولا بدي أشير على أنه الأطفال إن كانوا أطفال نازحين ولا أطفال عم بيشاهدوا الحرب عبر التلفزيونات، هن أطفال عم بيعيشوا أمور غير طبيعية، وعم بيعيشوا conditions منا مألوفة لإلهم، وعم بيعيشوا بحالة من عدم الأمان والتغيير بكل الأنماط. مثل ما ذكرت اليوم، الأطفال ما عم بيروحوا على المدرسة، أطفال تغيرت عليهم نومتهم، تغير عليهم تختهم، كان في عندهم استقرار معين، طلعوا من هذا الاستقرار. فاليوم بالتالي الأطفال هن عايشين أصلا بظرف استثنائي، فبالتالي المشاعر تاعيتهم طبيعي أنها تكون استثنائية وغير طبيعية. فأول شغلة نحن بنكون عم نعملها بهذه الظروف هو to normalize، أنه نكون عم نعمل أنه المشاعر اللي عم يعيشها هذا الطفل هي طبيعية للظروف غير الطبيعية اللي عم نشهدها نحن اليوم. كلنا اليوم مش يعني كبار خيفانين وقلقانين وحاسين بعدم الاستقرار وبعدم الأمان. كيف إذا طفل بعد بنيته النفسية واستيعابه للأمور بعده ما اكتمل، كيف نحن بدنا ننتظر منه أنه يتعامل بطريقة شديدة أو قوية، أو أنه هو يكون عنده مرونة نفسية يقدر يتحمل؟ طبيعي أنه ما يكون عنده هالقدرات اللي هي بتخليه يكون عم يتعامل مع هالظروف بشكل طبيعي. طب لانا نحن اليوم شو فينا نوجه هيك مثل نصيحة للأهل يلي بتعرفي في بعض الأهالي بيقولوا ايه عم بيتغنج، خليني أقولها مثل ما هي، عم بيتغنج ما بوشي خلاص. ما يعني لازم يكون في اليوم الوعي هو موجود عند الأهل، تهن اليوم يوصلوا هذه التوعية لأولادهم، وإلا إذا صار في تراكمات صح ممكن يمكن لبعدين يصير في. صحيح شربل، اللي ذكرت شغلة كتير مهمة هي تعاطي الأهل مع الأولاد. اليوم كتير بنسمع أنه الأهل عم بيعملوا حالهم قوية قدام أولادهم، وأوقات بيمنعون أنهم يبكوا، بيمنعون أنهم يعبروا، بيمنعون أنهم يعبروا عن هالمخاوف والهواجس اللي عندهم إياها. اليوم أنا بدي أتوجه للأهل أنه اليوم أنتوا اسمحوا لحالكم تكونوا خيفانين وتكونوا قلقانين وتعبروا عن مشاعركم لتقدروا تساعدوا أولادكم، بالتالي هن أنه يقدروا يعبروا كمان قدامكم عن مشاعرهم. لأنه اليوم أصعب شيء يكون عم بيعيشوا ولد الكبت انه هو ما يقدر يكون عم بيعبر عن مشاعره، ما يقدر يكون عم بيعبر عن الامور اللي هو عن جد حاسسها، ويكون حاسس حاله انه هو ببيئه غير امنه للتعبير. ما هو اصلا ببيئه غير امنه اصلا، فكيف لما يكون البيئه هي دبل منا امنه، لانه هو يكون عم بيعبر ولا انه يكون عم بيحكي ولا انه هو يكون عم بيقول شو الاشياء اللي هو عم بيفكر فيها او المخاوف اللي عم بيفكر فيها. مهم نخلق بيئه جدا مريحه وهيك يكون فيها نحن بنسميه تواصل مفتوح، ما بين open communication ما بين الاهل وما بين الاطفال، ليقدروا الأطفال يكونوا عم بيحكوا ويكونوا عم بيقولوا الأمور اللي هن عن جد عم بيفكروا فيها واللي هن حاسينها. إذا الولد عنده صعوبات بالتعبير، هون دور الأهل إنه هن يقدروا يكونوا عم بيعملوا يستعملوا وسائل مثل إنه هن يكونوا عم بيحكوا قصص، إنه هن يكونوا عم بيحفزوا إنه يكمل القصة، لحتى يعني ولد خيفان من شو برأيك هذا الولد الخيفان، أو مثلا طفل اسمه ما بعرف يوسف، والله أنا سمعت إنه في طفل اسمه شربل خيفان، شو برأيك شربل من شو خيفان؟ فأنا بخلي الولد ما يكون عم بفكر انه هو عم يحكي عن حاله، ولكن الولد طبيعي حيحكي عن حاله. هيدي اول تقنيه، اذا بدك نعطي تقنيات عملينيه للاهل كيف يكونوا عم بيشتغلوا. تاني شغله، يجيبوا ورقه وقلم وتلوين، يقولوا له للولد رسوم انت شو اليوم انت حاسس، ويرجعوا يعملوا معه نقاش، يعملوا ديسكشن مع الولد عن الامور اللي هو رسمها والامور اللي هو عم بفكر فيها وقت اللي رسمها. ومثل ما حكينا الحوار المفتوح بلا اي حواجز او بلا اي يعني
تولز هو بس انه انا اقعد مع الولد واقول له انه انت اليوم فيك تحكي اللي بدك اياه وانا عم بسمعك وانا حاضنك وانا فهمانك وانا بشاركك اصلا هدول المشاعر. فهيك هلا اعطينا ثلاث وسائل هيك عمليه للاهل يقدروا يكونوا عم يستعملوها. كمان بهمنا نضوي على شغله اليوم لانا وسائل التواصل الاجتماعي، يعني اليوم مثل ما بتعرفي كل الصور البشعه المؤذيه بتوصل على التليفون، شو بدي بالتلفزيون؟ يعني يمكن لو الاهل اليوم طفوا التيفي، طب هالتليفون هالايباد بايد هالولد، كمان هذا مش مهم نوجه نصيحه للاهل انتبهوا شو عم بيوصل صور على تليفوناتكم، فيديوهات قتلى، هيدي قديش ممكن تشكل لبعدين كمان خطر نفسي على الاطفال. يعني اليوم للاهالي اللي عن جد خلينا نرفع شوي الصوت، هذا التليفون او هذا الايباد يعني يا ريت ننتبه شوي. ما بحضرتك اليوم موجهه يعني انه نعم الموضوع الايباد وموضوع عرض الاطفال واستعراض هدول الصور قدام الاطفال هو شيء مؤذي جدا، لانه بيترك عند الولد صور بالذاكره غير قادر على تشفيرة إذا هيك نحكي باللغة العادية، ما بيقدر يشفرها، ما بيقدر يعرف يعمل لها ترميز. شو هي الصورة اللي أنا عم شوفها؟ عم شوف عنف، دمار، دماء، شيء أنا ماني قادر استوعبه. حيترك مشاعر جدا مؤذية عند الطفل. فقد ما فينا نكون عم نجنب الأولاد أنه يكونوا عم يتعرضوا للتليفونات والتلفزيونات بالوقت الحالي، خلينا نعمل هيدا الشيء. وهون مش لأنه عم نفرض على الأهل، هون عم نتمنى على الأهل أنه عن جد حاول قد ما فيكم. وهون بدي يكون شوي كمان عم بركز على فكرة انه المهم انه الاهل يشيلوا التلفونات ويعطوهم بدايل. يعني اليوم خلينا نكون عم نقول له للولد والله معك يمكن حراتيق، اعمل لي منهم لعبة، معك ساعتين تعمل لي منهم لعبة. انا بأكد لك شربل انه هالولد حيقعد يحط راسه براس هالحراتيق ساعتين ويركب منهم ويخترع منهم شيء، لانه انا بكون عم حفز له الابداع عنده، والاطفال كلهم عندهم ابداع. ولكن وقت اللي يكون حامل هالتليفون ومش عم بيشوف شيء غير التليفون، ما بقى في ابداع، هو بس متلقي. والتلقي هون جدا سام، لما يتلقى اخبار ولما يتلقى مشاهد هو مش مجهز ومش مهيئ انه يكون عم بيشوفها. فاكيد شغله جدا مهمه انه ننتبه لتعرض اطفالنا لوسائل التواصل الاجتماعي وللتليفونات. عظيم. عندي سؤال اخير قبل، اذا في عندك شيء بتحب تضيفيه اليوم بالنسبه للاصوات. يعني كنا عم نحكي برات الهواء اليوم بالجيران، واما كان يا جماعه سكروا الباب عمالكم صايرين عم ننقذ اولادنا عم يبكوا عم يفكروا، هذا الموضوع كيف ممكن يتعامل معه؟ شو ممكن اقول لهم؟ انا بنت بقول لها فرقعه مثلا. لا عن جد انه شو ممكن يعني تمام. اول شغله بدنا نكون عم نركز عليها هي انه ما نكون عم نقول شيء منه صحيح للولد. يعني انا عم غلط. يعني اليوم انا ما في يكون عم بقول له للولد شيء غير حقيقي، بينما انا بقدر اقول له الامور ب يعني اذا بدك على المستوى تاعه. اليوم انا اذا الولد عم بيسمع صوت جدار الصوت، انا بدي اقول له انه هذا صوت جدار الصوت، بدي اشرح له انه هيدي الطياره مشيت بسرعه كثير عاليه وصارت اقوى واسرع من الصوت وعملت هيدا الصوت بكل بساطه هالقد، وهذا الشيء ما بخوف لانه هيدي بس طياره مرقت. في اشرح له اياها يعني، وفينا نكون عم نعمل له هيك مثل حركات ومؤشرات وهيك. لو كان عمره 3 سنين يعني، ولو عمره 3 سنين 100%. فبقول له هيدي الطياره مشيت بسرعه عملت صوت هالقد بعمر 3 سنين، اكبر بشوي بنقول له الصوت اسرع. وكل ما يكبر الولد كل ما بنكون عم نحكي معه بطريقه اكثر هو حيكون عم يفهمها. هيدي اول شغله. الشغله الثانيه هي انه نكون عم نفسر له شو اللي عم بيصير حواليه. فينا نقول له انه نحن اليوم بحرب، ما فينا نعيشه بانه هو باللالالاند. الولد لازم يعرف انه اليوم هو بحرب، لانه نحن ما بنعرف باي ثانيه شو بيصير معنا بلبنان. فاليوم انا اذا ما مهيئ الولد انه انت بحرب ونحن بامان هلا، وانا بوعدك انه انا حاول هون ما عم بوعده مطلقا، انا عم بوعده انه انا ححاول خليه بمأمن وخليني وحقول له انه نحن اذا اضطرينا نكون عم ننقل او نظهر من هذا المكان حنرجع نظهر او حننقل من هذا المكان، لحضر له نفسيته انه هو بيقدر انه نحن ممكن نكون عم نظهر من هذا البيت، لانه نحن ما بنعرف اليوم بلبنان وين المنطقه اللي حتكون منطاله نيكست يعني. فلحتى حضره نفسيا وما خليه عرضه لصدمات اضافيه، انا فيه يكون عم بعمل هذا التجهيز المسبق للولد واقول له انه انا ححاول كأهل ان خليك بهيدا الامان، وانا وياك انت فيك تكون عم بتعبر لي عن اي شيء انت بتكون عم بتحسه او عم بتخاف منه، انا هون مستعد اسمعك. فهالقد نكون عم نحكي بهيدي البساطه وبهيدا الصدق مع الولد، والولد حيكون منيح. يعني مش بالضروره يكون عم بيتعرض لصدمات حتولد له كتير اضطرابات لبعدين. هيدي كمان شوي هيك مفهوم مغلط يعني مغلوط انه كل الاشخاص اللي تعرضوا لصدمات حيشكلوا اضطرابات نفسيه، هذا الشيء مش صحيح. اليوم قد ما انا بتعامل اليوم مع مشاعري بطريقة صادقة، عبر عنها، افهمها، احكي فيها، كل ما بكون أنا عم بتجنب لبعدين أطور أي اضطرابات نفسية لبعدين. تمام. يعني اليوم خليني اختصر كل شيء، أنه الحوار مع الأطفالنا، شرح الأمور بطريقة هيك مبسطة، من
كذب خليني اقول فنس ما نقول قصه مش مظبوطه بنكون عم ان شاء الله عم نمرق المرحله على خير ان شاء الله. كونوا منيح واهم شيء حبوا اولادكم بالطريقه اللي هن بدهم اياكم تحبوها، اغمروهم حسوهم بالامان واحكوا معهم، هذا اهم شيء. تمام. الاختصاصيه النفسيه لانا قصص، انا بدي اتشكرك كثير على وقتك، وعن جد يا ريت يعني بنشوف كثير اطلالات لاختصاصيين نفسيين خاصه بهذه المرحله اللي عم نمرق فيها، عم نشوف كثير مساعدات عم بتصير للنازحين للمدنيين، كل حدا بحب يساعد على طريقته. بس اليوم الدور النفسي صدقوني مشاهدينا لأطفالنا كتير مهم، صحة أطفالهم النفسية يعني هيدي بتأثر على مستقبلهم، كيف ممكن نعالجها، كيف ممكن نهتم فيهم. يعني يا ريت هيدي الإطلالات بتكتر على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى التلفزيونات. هذا كان كل شيء لحد هيدي اللحظة، شكرا لكم وإلى اللقاء.